عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بلى، قد لقينا من تلك المحنة بلاء عظيما، ولكن كان فيها خير عظيم لمن أمعن النظر. هؤلاء الذين لجأوا إلى المدينة يطلبون الغوث من الخليفة ودولة الإسلام، كان في الجاهلية إذا أمحلت عز القوت أغار بعضهم على بعض وأكل بعضهم بعضا، فالآن قد علموا علم اليقين أن اجتماعهم في دولة الإسلام يؤدي لهم ويحمل عنهم أضعاف ما يقتضي منهم. فما رأيت العرب كاليوم قد صاروا أمة واحدة في الإسلام وجسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ذهب الضر من تلك المحنة وبقي الخير. تلكم لعمر الله هي الحكمة يا أبا الحسن. ادخل يا أبا الحسن. ادخل يا أمير المؤمنين. اجلس. أهلا أهلا، تعالوا إلي تعالوا. ألا تسلماني على أمير المؤمنين؟ هيا يا أبا بكر. تعال. هيا يا عمر. هكذا سميتهما؟ وهذا عثمان. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أبا الحسن حتى سميت بعض ولدك بأسمائنا. هيا طلقوا، تفضل. ما وراءك يا أمير المؤمنين؟ يا أبا الحسن، كان لي برسول الله صلى الله عليه وسلم النسب في أم المؤمنين حفصة، وكان لي به السبب بالصحبة، وإني لأرجو أن أجمع إليه الصهر لو رضيت ورضيت ابنتك أم كلثوم، فيكون لي برسول الله النسب والسبب والصهر، وأعظم بها كرامة. أراجعها، فإن رضيت حملتها إليك.